استشارة اليوم هي ندوة تجمع عدد هام من الفاعلين والفاعلات في المجال التربوي، وتأتي في مسار استشارات شملت ولايات الجنوب وولايات يعني الوسط. نهدف من خلال هذه الاستشارات إلى فتح أولاً حوارات حول ما جاء في التقرير الدولي حول مستقبل التعليم الذي أصدرته اليونسكو وأصبح نوعاً ما مرجعاً دولياً هاماً في المجال، وكذلك نحاول أن نناقش فكرة إنشاء عقد للتربية والتعليم، تجديد العقد هذا الاجتماعي، عقد يؤسس يعني لمختلف المبادئ التي يجب أن نعمل عليها جميعاً من أجل تطوير التعلم في مختلف جوانبه والتعلم مدى الحياة، ثم كذلك نوفر مادة هامة مشتركة لتطوير السياسات وتطوير القوانين والمناهج وغيرها من القضايا المتعلقة بالتعليم. نحن نعرف اليوم أن التعليم بدل أن يكون حلاً للمجتمع، بدل أن يأتي بالحلول، التعليم يعيش أزمات متعددة، يولد أزمات في وضعه يعني المأساوي في مختلف يعني مجالاته. اليوم عن طريق هذا الحوار نحاول أن نبلور بشكل مشترك، كل الأطراف الاجتماعية تبلور بشكل مشترك يعني مقترحات جماعية للاهتمام بقيم التعليم، بمحتوى التعليم، بقضايا البنية التحتية، السياسات وغيرها من قضايا يعني التعليم. هذه مرحلة يعني من مراحل الاستشارة، سنحاول يعني أن مع شركائنا أن نطور هذه الاستشارة بالاهتمام كذلك بتشريك فئات مثل يعني الشباب، كذلك سنهتم ببعض القضايا الهامة مثلا القيم المرجعية، مثل قضية التعليم و وضعية يعني المدرسين والمدرسات، قضية يعني التعليم والتغيرات المناخية، قضية التكنولوجيا الحديثة والتعليم، علاقة التعليم بالتشغيل أو الشغل العمل اللائق، يعني مثل هذه القضايا سنحاول أن نطرحها بشكل أكثر عمقا، ثم في النهاية سنقترح هذا النص على مختلف الأطراف لمزيد مناقشته واعتباره نوع من الأرضية المشتركة التي تفيدنا في مختلف عمليات يعني التفكير في التعليم وإصلاح التعليم.